معكم عزوز مونجي. طبعا يا حبايب راح اتكلم عن سد النفسية او سد نفسيتك. ان مثلا لما يجي واحد يشد نفسيتك او يحبطك، يجيب لك احباط، او يجيب لك مثلا الكآبة، او يعكر لك مزاجك، ده عنوان الفيديو. طبعا يا حبايب لو شفت انت لو شفت في مكان واحد عكر لك مزاجك على الصبح وسد نفسيتك على الصبح، سواء كان في الصباح او بالليل، لكن اتكلم بشكل عام، لو واحد سد نفسيتك او عكر لك مزاجك او قبلك الاحباط، تعمل ايه معاه؟ هل تروح المكان اللي هو فيه، ولا تفكر انك انت مثلا تسيب المكان اللي انت رايح له مثلا، او مثلا تبتعد عنه؟ هما يما حاجه من حاجتين، او حاجه واحده، اما انك ما تتكلمش معاه، او اما انك تسيب له المكان وتغير المكان اللي انت فيه. ليه يا حبايب؟ لما انت مثلا تبقى طالع مزاجك حلو، او طالع نفسيتك حلوه، فجاه جيت خرجت الصبح او رحت مكان حلو، ايا كان من مكان، سواء كان محل قهوه، سواء كان حديقه، او اي مكان تروحه، شفت حد مثلا لا قدر الله مثلا جاء عكر لك مزاجك بكلامه، او مثلا شد نفسيتك، تعمل ايه معاه؟ ما تتكلمش معاه، او ابتعد عنه. يعني مثلا في المكان نفسه اللي انت فيه، حد حبطك، حد جاب لك الملل، سواء كان في 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 البيت، او مثلا في المحل، او ايا كان، كلام بشكل عام، حد جاب لك الاحباط، ولا جاب لك عكر لك مزاجك، غير المكان. الاماكن حلوه كتير، والدنيا حلوه كتير، يعني الاماكن حلوه كتير. يعني مثلا انا رحت مكان وشرحت في الفيديو السابق عن الكآبة، او الواحد مثلا بيكون عنده يعني مثلا كآبة، انك مثلا لما تروح مكان كئيب، رحت مكان كئيب راح تتدمر نفسيا، رحت مكان كئيب راح تتدمر جسديا وعقليا ومزاجيا. فانا بتكلم عشان الواحد يبقى رايح مكان حلو وفرحان ونفسيته حلوه، وفجاه لا شخص قدامه عكر له مزاجه، شد نفسيته، يضطر ان هو يكرهه في اليوم ده نفسه. فحبايب انا حتى كعجوز مريت بحاجات دي كتير، فلذلك انا عملت الفيديو ده ليه؟ دي عشان نصايح لكل الناس اللي روح مكان وعارف ان الشخص اللي هو رايح له في مثلا عنده هيعكر لك مزاجك، او حاسس ان هو مثلا هيجيب لك كآبة، او هيحبتك بكلامه، ابتعد عنه. ودي نصيحة منك يا عزوز، لكي ما يخلي يومك زفت، او يخلي يومك مش 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 حلو. انا مثلا كعزوز يعني رحت مكان كتجربه، رحت محل قلت له يا عم مثلا ضبط لي مثلا الاكل ده، او خلي لي مثلا فطار حلو، اعمل لي فطار حلو، او مثلا اعمل لي فلافل حلوه، طلع في الاخر ما سمع كلامي، راح عمل ايه؟ يحط لك مثلا الاكل ساده، او مثلا يحط لك الفلافل ملهاش طعم. فيا حبايب لازم الحاجه لازم تكون حلوه، وتزبط دماغ الواحد حتى مزاجه يبقى حلو. لان عفوا انا دخلت في موضوع تاني، بس عفوا
انا حبيت انا اوضح هو عنوانه فيديو عن انك لما تروح مكان ما تخليش حد يسبب لك في 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 مزاج، يسبب لك القرف، يسبب لك يعكر لك مزاجك، ابتعد عنه. وكذا هو عنوان الفيديو. يعني انا كعزوز اروح مثلا محل قهوه ولا اروح مثلا مطعم، اقول له يا عمي ضبط لي الحاجه دي، يقول لي ما فيش، هو كده وهو كده ومش عارف ايه. ده حبيت انا اعطي مثال يعني من عندي. لما اجي اروح مطعم ولا اروح حاجه، اقول له يا عمي ضبط لي الحاجه دي خليها حلوه، يقول لي لا ما فيش، هي الاكله كده او هو مثلا المشروب كده، سواء كان في الطعم ولا في الحجم او ايا كان. فيا حبايب المشكله هنا، والحاجه اللي تزعل واحد ان تروح مكان واحد يعكر لك مزاجك ويكرهك في اليوم ده نفسه ويخليك تكره نفسك. تبقى انت رايح مثلا تتمرن او رايح تلعب رياضه، تبقى رايح مش مالكش نفس تعمل حاجه بسبب واحد مش مظبوط. مثلا مثال واحد مثلا مش مظبوط، يقول لك الاكل كده او مش عارف ايه كده، مفيش حاجه اسمها كده. افتح نفسيه الشخص اللي قدامك. الشخص اللي قدامك قال لك مثلا حلل الحاجه دي، حلها له. الشخص اللي قدامك قال لك ظبط لي الحاجه دي او الشرب ده، ظبطه له. ما تقولوش لا هو كده هو كده. ما تخلي اللي حولك يكرهك، لانك انت لو خليت اللي حولك يكرهك محدش راح هيجيلك من اساس، ولا حد هيروح يديك وس مع احترامي يعني. فيا حبايب عشان تحبب الناس فيك لازم تخلي مزاج الناس حلوه، ولازم تزبط الشخص اللي قدامك وتعمل له الحاجه اللي هو عايزها، سواء كان في القهوه سواء كان في الاكلات او ايا كان. وكذا هو عنوان الفيديو عن لما تروح وتلاقي واحد يعكر لك مزاجك او يسبب لك الاحباط، ابتعد عن هذه النوعيات. الذي يعكر لك مزاجك ابتعد عنه، روح مكان ثاني غيره. الذي يسبب لك الاحباط والملل ابتعد عنه. الاماكن حلوه كثير يا حبايب، يعني سواء كان في محل قهوه، سواء كان في مطعم، سواء كان في النادي او ايا كان، الاماكن حلوه كثير. والحياة تحب من يحبها. الأماكن حلوة كتير، والدنيا حلوة كتير، المحل قهوة كتير، المطاعم حلوة كتير، النوادي حلوة كتير، كل حاجة حلوة موجودة. بس ما أنت اختار المكان، أنت المكان الحلو المناسب ليك وروح له. رحت مكان حلو، لقيت مكان حلو ظبط مزاجك واللي بيعمل لك الحاجة حلها لك وخلها لك حلوة، ماشي استمر في المكان ده. خلى لك الحاجة من هذا الطعم وعكر لك مزاجك، ما تروحلوش، روح مكان غيره. ماشي يا حبايب، وهكذا هو الموضوع وعنوان الفيديو. وشكرا.